افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة افتتح فرع مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة الجديدة، والتفاصيل في تقرير الزميلة إيمان حسن. مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة الجديدة تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 1800 متر. المباني مكونة من طابق واحد على مساحة 600 متر، تشمل عدة قاعات منها قاعة اطلاع للكبار، وقاعة لتدريب الحاسب الآلي، وقاعة للندوات والاجتماعات. بعبر عن سعادتي بهذا الافتتاح لأنه المكتبة ستكون إن شاء الله منارة ثقافية ومنارة تعليمية وترفيهية لأبناء طيبة الجديدة، وستقد هي فرع الحقيقة من أفرع مكتبات مصر العامة، ترتيبها دلوقتي 29، بس هي نمرة الفرع الأول لمكتبة الأقصر، وإن شاء الله ما يكونش الفرع الأخير، يبقى فيه أفرع جديدة زي ما وعدنا سيادة المحافظ إن شاء الله إن الفرع الجاي يكون مكتبة جديدة في مدينة إسنا، وزي برضو ما وعد سيادة المحافظ إن المكتبة المتنقلة توظف التوظيف المثالي من أجل تعظيم استفادة المواطنين من المبادرة الرئاسية الجديدة، يعني المبادرة الجديدة لبناء الإنسان المصري، ودي بتعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بأهمية الإنسان المصري، بدور الإنسان المصري بالاستثمار في البشر، باعتبار أن البشر هم أكبر رأس مال مهم من ثروات مصر القومية. في إطار المشروع القومي بداية طبعا تحت رعاية فخامة السيد الرئيس، طبعا بناء الإنسان مهم جدا ثقافيا، وبناء الإنسان ثقافيا بيبدأ من المكتبات، من القراءة والاطلاع. افتتاح مكتبة زي مكتبة طيبة النهاردة في قطاع شرق الأقصر هيخدم حوالي 100,000 من الشباب وطلبة الجامعة والأطفال والعائلات والأسر. المنطقة هنا محتاجة. جهاز مدينة طيبة تعاون معنا، المحافظة طبعا أدت كل التقديرات بقيادة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وكمان رئيس الجهاز والسيد نائب المحافظ والسيد السكرتير العام، حضور النهاردة تشريف من الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة والنائب حمادة العماري والسيد السكرتير العام والقيادات كلها الدينية والتنفيذية والشعبية. يذكر أن صندوق مكتبات مصر العامة يهدف إلى دعم مكتبات مصر العامة في كافة المحافظات لنشر الوعي الثقافي بين فئات المجتمع. من مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة الجديدة، إيمان حسن.